لما السكريبت بيبقى اوتلاين بيبقى خلاص الموضوع من حق اي حد يقول كل حاجه واي حاجه، بس ده ما يمنعش برضو ان لحظه التصوير حتى لو السكريبت محكم بيبقى فيه نوع من الكيمياء بيولد ضحك جديد شكل جديد انت لازم كمخرج بيبقى عندك من الذكاء انك تمتصه ما ترفضوش، وده اللي كان بيحصل. انا شايفه ببساطه ان الفانتازيا هي السوق اللي جاي، هي والخيال العلمي وافلام الجونر عموما، افلام النوع سواء اكشن او سواء سبورت او سواء مثلا رعب. خلاص احنا هنبتدي نطلع من الدراما للدراما ونبتدي ناخد انواع من الافلام، وشايفه ان الفانتازيا لو عبرت عن هويتنا العربيه حقيقي واتخذت مننا بطريقه مش لازم تبقى كوميديه بس، ممكن تبقى كوميدي، ممكن تبقى فانتازيا رعب، فانتازيا رومانتيك، ممكن تبقى فانتازيا فيها اثاره وتشويق، لو عبرنا عنها صح ممكن نقلب الدنيا، هنبقى احنا ذا نيو هوليوود يعني ان شاء الله. حاليا فعلا الناس ابتدت تتقبل النوعيه دي لان الدنيا بقت مفتوحة خلاص، والناس بتتفرج على نتفليكس وأفلام برا بسهولة جدا، فخلاص فشايفين اتفتحوا على الدنيا وشايفين الأفلام برا بتتعمل ازاي. الحاجات الفانتازيا بتعجب الناس جدا، بس المهم تتعمل بنظافة يعني، من غير استسهال من غير استرخاص، تتعمل بالطريقة الحلوة الناس هتتقبلها جدا، أي فكرة جديدة الناس بتحبها يعني. ما ابتدينا نمثل واحنا ما بنعملش غير فانتازيا، وهم اتعودوا مننا على الشكل ده من الكوميديا، فلا الناس تقبل أي حاجة لو مكتوبة كويس ولو معمولة صح هيتقبلوها جدا يعني. أنا بحب المغامرات الإنتاجية والمغامرات الفنية، وأنت عارف يعني إن أكيد مش كلها بتصيب ومش كلها بتخيب يعني، في إن شاء الله دايما يعني نحاول نعمل حاجة مختلفة، ودايما نحاول نضخ دماء جديده في السينما خلف الكاميرا وامام الكاميرا في نفس الوقت. والله هو الجمهور المصري بيتقبل اي فكره جديده يعني، اي افكار جديده بيتقبلها. هو في يعني هو كان في حاله كده من قريب ان الجمهور مش هيتقبل ده، مش هنعمل ده عشان الجمهور مش هيتقبله، وكلنا ماسكين في فكره معينه اللي هو ده نجح معانا فاحنا عمالين ننفذه وكده، والموضوع ده يعني الناس زهقت، الناس بقت مستنيه تشوف حاجات جديده، وحصل كذا تجربه ان اللي بينزل حاجه جديده ده بتنجح جدا، والناس عايزه تشوف حاجه مختلفه. من ايام ما كنت في معهد السينما وانا افلامي كلها شبه ده، وحتى خلصانه بالشياكه الحاجات دي بتجذبني يعني، فهي فانتازيا متناوله بشكل واقعي. بما ان مستواك في الفتره الاخيره بقى مترنح جدا، حضرتك مش شايف انك المفروض تدي فرصه للعيبه تانية تاخد مكانك؟ لا، هو حضرتك اللي مش شايفه انك المفروض تدي فرصه تانية للصحفيين اللي زيك يسالوا، وبما انك حامل المفروض تقعدي في بيتكم، ما تجلناش بالمنظر ده. عشان ليه جماهيريته مش مغامره خالص يعني، الكرو كله ناس كويسه جدا وناس ليها شعبيه كويسه بالعكس يعني، نقدر نقول ما ينفعش اقول كلمه مغامره، ولو مغامره فهي محسوبه كويس. هشام انا بشوف ان هو مش لوحده، انا بشوف ان هشام محاط بمجموعه من النجوم والممثلين، منهم طبعا دينا الشربيني اللي انا برده مش اول مره اشتغل معاها وبعزها جدا، كلهم اصحابي، نقول دينا بقى وسلام وثروت وكيلاني وفتحي، فهو الفيلم بالنسبه لي خروجه يعني، انا خارج مع اصحابي، فده يعني الكيمياء اللي ما بيننا دي بتسهل قوي الشغل. البطن اللي كانوا عاملينها كانوا عاملين كذا بطن لكذا مرحله، فدي كانت احنا ابتدينا نصور في الصيف، فكانت يعني بتاخد مني مجهود وكانت حر قوي وبقعد بيها طول اليوم، فده يعني تعبني شويه بس يستاهل عشان الفيلم يعني. Pregnant, get the child support and pay my rent. Your opinion is irrelevant, cause I'm a baby mama, I can do just what I want. Work. بعمل شخصية جديدة، كابتن نبراوي، المدير الفني بتاع الفرقة بتاعت هشام ماجد. هو احنا دايما في شغلنا لينا طريقة في الشغل مع بعض، دايما بيبقى فيه نص وبيبقى فيه عليه طبعا ارتجال اكيد يعني. ما ينفعش اي كوميديان تأيد ايده وتأيده، لازم تديله مساحته، انه في الاخر انت عايز منه ده، عايز منه الضحكه الخاصه بتاعته، بس انت كمخرج ازاي توظفها عندك بالشكل اللي يناسبك، هو ده المهم يعني. من البدايه كده ده اول فيلم ليا في حياتي، حط بقى تحته خد كتير كتير كتير، اول فيلم في حياتي، اول عمل درامي طويل اعمله، فبالنسبه للضغوطات فحدث ولا حرج يعني، فاهم. انا بالنسبه لي كل الحاجات اللي حصلت في الفيلم دي جديده عليا يعني، انا كمدير تصوير كل المشاهد اللي حصلت دي جديده عليا،
وانا كان بالنسبه لي الفيلم زي امتحان ثانويه عامه بالظبط. فانا كل يوم رايح عندي امتحان ماده جديده، كل يوم ماده جديده، كل شوط امتحان جديد. فانا طول فتره التصوير كنت في امتحانات متواصله. ايه بقى كابتن يحيى، عيب جدا جدا اللي انت عملته ده الحقيقه، يعني بالمنظر ده بما انك حامل المفروض تقعدي في بيتك، ما تجيناش بالمنظر ده. لازم تطلع تعتذر. هو مين يا ده اصلا؟ ده انت مالكش لازمه يالا، انت فاكر نفسك عادل يا باشا؟ يالا انفسمك يالا يالا حته عيب، ما تسيبتي النيله اتاكل كره شراب في الشارع. زي ما هم عايزين نحترم الحمل عند الست، انا كمان عايز الستات تحترم الكرش عند الراجل. مزبوط. لان اقل كرش راجل مننا قد الحمل ده مرتين. مظبوط. ثانيه واحده، هي الحمل دي مش هم حمل يا جاي؟ انت شبه الكره الكبر.